صاحب الصبر يصب عليه الأجر صبا، مثل ما تصب الموية على الأرض يصب عليك الأجر صبا على أجر صبرك. اصبروا. تقول لي واحدة اتصلت بي قبل أيام تقول يا شيخ والدي جته جلطة ويعاني من آلام ومرض وأنا في هم وأبكي. قلت عافاه الله وشفاه ومرضانا ومرضى المسلمين، لكن من أكرم على الله، أنت ولا فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه؟ قالت فاطمة أكرم. قلت فاطمة رأت أبوها، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب، ورأت يوضع على ظهره سل الجزور، ورأت يسكب على وجهه التراب، وتقول رأيت في سكك مكة يجذب عليه الصلاة والسلام بثوبه، هذا يجذبه يمنه وهذا يجذبه يسره وهذا يرفعه وهذا يقعده. طردوها للطائف، كسرت رباعيته، أدمي وجهه عليه الصلاة والسلام. وفاطمة ترى هذا المنظر، من أكرم على الله، أنت ولا فاطمة؟ من أكرم، أنا أو أنت أو أبوك أو أخوك أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن يجوع النبي ونشبع، ولا يمكن تضحك والنبي صلى الله عليه وسلم بكى ويحزن. صاحب الصبر يصب عليه الأجر صبا، مثل ما تصب الموية على الأرض يصب